بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب. نستمر معكم في مساق الكيمياء الحيوية لطلبة المستوى الثاني في تخصص العلوم الطبية المخبرية. وصلنا عند شابتر 6 اللي هو الليبيدز، وحنقسم هذا الشابتر لعدة محاضرات. اليوم حنبدأ إن شاء الله في المحاضرة الأولى. الكيوراس، وين موجودة الليبيدز؟ الليبيدز موجودة في الإنسان، موجودة في الأنيمالز، موجودة في البلانت، موجودة في الميكرو أورجانيزم، في موجودة في المشتقات الحيوانية زي الدهون، زي البيض، صفار البيض، زي في الزبدة، في الجبنة، موجودة في كثير من منتجات الحيوانات، كمان موجودة برضو في النباتات مثل الزيوت النباتية. Medical and biological importance of lipids. Fat under skin serve as thermal insulator against cold. الطبقة الدهنية الموجودة في تحت الجلد هذه بتعمل زي طبقة عازلة، فبتمنع حرارة الجسم من الخروج، وفي نفس الوقت تمنع الحرارة الخارجية تدخل في داخل جسم الكائن الحي، فبتعمل عزل حراري لجسم الكائن الحي. أيضا الدهون الموجودة الراوند الكلي بتعمل زي طبقة حماية، طبقة حماية للكلية من الحوادث. الدهون تعتبر مصدر للطاقة، مصدر للطاقة في حالة نقص الكربوهيدرات في الجسم، فالدهون تتحول إلى كربوهيدرات والجلوكوز وتكون مصدر من مصادر إنتاج الطاقة. الدهون تعتبر هي الايديال فورم فور ستورينج انرجي، يعني هي المادة المثالية لتخزين الطاقة في جسم الكائن الحي مخاطب بالكربوهيدرات. السبب في ذلك انه محتوى الفات من الانرجي هاير ذان كربوهيدرات. الامر الثاني اني only fat can be stored in concentrated water free form which is not possible with carbohydrates and proteins. يعني الدهون فقط هي الوحيدة اللي ممكن تخزينها في جسم الكائن الحي من دون وجود الماء فيها، يعني water free. اذا الفات يعتبر أفضل من الكربوهيدرات في تخزين الطاقة في جسم الإنسان. السبب الأول أنه محتوى الطاقة في الفات أعلى من الكربوهيدرات. الأمر الثاني أنه بيتم تخزين الفات في الجسم في صورة free من الوتر. الليبيدز بتشكل التركيب الأساسي من السيل ممبرين والنيرفاس تيشو. Some lipids serve as precursors for the synthesis of complex molecules. تعتبر بادئات لتصنيع كثير من المركبات مثل الأسيتايل كوانزيم A is used for synthesis of cholesterol، اللي بيستعمل فيه تصنيع الكوليسترول. لايبوبروتينز هي عبارة عن مركبات تتكون من ليبيد ونوبروتين، بتعمل as transporter كناقل للليبيد في مجرى الدم. بعض الليبيد serve as hormones، تعمل كهرمونات and fat soluble vitamins مثل فيتامين دي، هي عبارة عن برضو عن ليبيدز. أيضا الفيتامينات تنقسم إلى نوعين، في فيتامينات عبارة عن fat soluble تذوب في الدهون وبذلك بتم تخزينها في الدهون زي فيتامين A و D و E و K، وبعض الفيتامينات بتكون عبارة عن ووتر سوليبل ما بتذوب في الدهون وبتم ذيبتها في الماء مثل فيتامين B و C. ولذلك الفاتس are essential for the absorption of fat soluble vitamins، مهمة الفات لعملية امتصاص وتخزين الفات سوليبل فيتامينز في جسم الإنسان. أيضا بعض الفاتس serve as surfactant، مواد منشطة للسطح وظيفتها reducing surface tension، تخفيض التوتر السطحي،
وهذه مهمه جدا وين في الرئتين، موجوده في الرئتين. إيكوسانودز هي عباره عن مركبات، هذه المركبات مشتقه من الدهون وبتعمل عمل شبيه بعمل الهرمونات في جسم الانسان. ايضا الليبيد موجوده في المايلينيتد نيرفز وبتعمل از انزوليتر، عازل ايه؟ عازل حراري، بتغلف الخلايا العصبيه وبتعمل كعازل كهربائي، لانه الاشارات العصبيه بتكون منقوله في الخلايا العصبيه، فهذه الطبقه المايلينيتد بتعمل على عزل الخلايا العصبيه عن باقي الجسم. Some saturated fatty acid are antimicrobial and antifungal agent، مواد مضاده للميكروبات وللفطريات. Lipids are an important group of antigens of parasites. Some eicosanoids حكينا عنها قبل هيك، كنا عنها عباره عن مركبات شبيهه بالهرمونات. Act as immunomodulator and mitogens. Saturated fatty acids تدخل من ضمنها الفرمونات of animal like tiger etc، يعني بعض الروائح الحيوانات، بعض روائح الحيوانات، الروائح المميزة للحيوانات، هذه الروائح تتعرف فيها على بعضها البعض، وبرضه نتعرف فيها على إيه؟ على فرائسها. هذه الروائح عبارة عن إيه؟ عن saturated fatty acids. chemical nature of lipid. Lipids are the group of greasy organic compounds، عبارة عن مواد دهنية. Which are soluble in organic solvent like chloroform, ether and benzene, but insoluble in water. هذه المواد الدهنية تذوب في المركبات العضوية، المذيبات العضوية، مثل الكلوروفورم والإيثر والبنزين، لكنها غير ذائبة في الماء. ليه؟ لأنها أصلا هي مركبات non-polar، مواد مركبات غير قطبية، وإحنا بنعرف إنه like dissolve like، الشيء يذيب مثيله، فالبولر بيذوب في البولر والنان بولر بيذوب في النان بولر، ولذلك الدهون هي عبارة عن نان بولر، فبتذوب في المركبات النان بولر الشبيهة فيها مثل المذيبات العضوية. They are fats, waxes, compound lipid, steroid, fatty acids and fat soluble vitamins. كل هذا اللي ذكرناه عبارة عن بندرج ضمن ضمن عائلة الليبيدز. A lipid is a fat like substance but need not be a fatty acid always. مش شرط الليبيد العائلة الكبرى في الليبيد هي عائلة الدهون الفات، لكن ليست كل الليبيدز عبارة عن ايه؟ عن دهون. ليست كل الليبيدز عبارة عن ايه؟ عن دهون أو تتكون من أحماض دهنية. Classification of lipid based on the composition lipid are classified into، تنقسم إيه الليبيد حسب تصنيف إلى simple lipids, compound lipids وderived lipids. The simple lipids هنتكلم عنها الجيت بالتفصيل. Simple lipid they are esters of fatty acid with alcohol. طبعا الكحول الرئيسي في الفاتي اسيد هنا هو الجليسترول، هو الجليسترول، هذا هو الكحول الرئيسي. هذا الجليسترول بتم استبدال الاتش اللي هنا بفاتي اسيد، بتم استبدال الاتش هنا بفاتي اسيد. اذا استبدلنا واحده بكون اسمه مونوجليسرايد، اذا استبدلنا ثنتين بصير دايجليسرايد، إذا استبدلنا ثلاثة بصير ترايجليسرايد، وهو أغلب الفاتس عبارة عن ترايجليسرايد. إذن الفاتس تعتبر إسترز، تعتبر إيه؟ إسترز، بتكون من فاتي أسيدز ومن إيه؟ من الجليسرول. الفاتس والواكسز هما بندرجوا ضمن هذه العائلة، ضمن عائلة الترايجليسرايد. طبعا ايش بفرق الواكس عن الفات؟ الواكس بكون
الكتلة المولية تبعته ايه؟ كبيرة، سلاسل الكربون فيه سلاسل عالية جدا، الفات بكون سلاسل الكربون فيه منخفضة. الفات they are esters of fatty acids with glycerol زي ما حكينا قبل شوية. They are also called as triglyceride or triglycerols because all the three hydroxy group of glycerol are esterified. تحد مع مين؟ تحد مع الفاتي أسيد. Fats are also called as neutral fat. متعادلة. Structure تتكون الترايجلسرايدز من اتحاد زي ما حكينا الجلسرول مع ثلاثة فاتي أسيدز، مع 3 فاتي أسيدز. سيمبل تراجلسرايد all the three، في السيمبل تراجلسرايد بتكون جميع ال 3 فاتي أسيد استرفاد تو جلسرول are same then it called as simple تراجلسرايد. بتكون جميع الأحماض الدهنية المرتبطة مع الجلسرول بتكون نفس الحمض الدهني، نفس الحمض الدهني، فبنسميه سيمبل تراجلسرايد. إذا السيمبل تراجلسرايد بتكون الجلسرول اتحد مع ثلاثة أحماض دهنية هي نفس الحمض الدهني. في الميكسد تراجلسرايد الثري فاتي أسيدز المتحدة مع الجلسرول ما بتكون متشابهة، بتكون مختلفة عن بعضها البعض، فبنسميها ميكسد تراجلسرايد. اذا الفرق بين السمبل تراجلسرايد والسمبل والميكسد تراجلسرايد انه السمبل الجلسرول بيتحد مع ثلاث احماض دهنيه هي نفس الحمض الدهني، ثلاث جزيئات من نفس الحمض الدهني، بينما الميكسد تراجلسرايد الجلسرول بيكون متحد مع ثلاثه احماض دهنيه مختلفه عن بعضها البعض. هناك طريقه مختصره لكتابه التراجلسرايد والجلسرايد بشكل عام. الجلسرول بنعبر عنه بصورة مختصرة، هذه هي الصورة. طبعا الكربون ما بنكتبه، نكتب الأوعشة اللي معاه. الفاتي أسيدز بنعبر عنها بأسايل. لما يكون تراجلسرايد هي الجلسرول مع ثلاثة أسايلز، لما بكون داي جلسرول بكون تو أسايل واحدة أو أتش، لما بكون عندنا مونو جلسرايد بكون عندنا واحد فاتي أسيدز أسايل وثنتين أو أتش. داي جلسرايد تو فاتي أسيدز ون أو أتش، والمونو جلسرايد فقط 1 فاتي أسيد جون تو ذا جلسرول. فانكشن اوف تراجلسرايد، وظائف التراجلسرايد. التراجلسرايد وظيفته الستورج ليبيد انيمال اند املات، وظيفته التخزين. ففي الانسان لدابز تيشو موجودة في الطبقة اللي تحت الجلد، موجودة في الطبقة اللي تحت الجلد بشكل رئيسي. أيضا موجود في الأبدومينال كافيتي، في يعني موجود في السيتوبلازم في أوف أدايبوسايت. في الأنيمالز برضو موجود في السيتوسول في تين دروبلت أوف فاتس. The fat stored under the skin serve as energy store and as insulator against cold. برضو الجلد الطبقة الدهنية تحت الجلد تعمل كطبقة عازلة، طبقة عازلة حرارية تحفظ حرارة جسم الكائن الحي. Women have more fat than men. النساء عندهن دهون أكثر من الرجال. في الناس اللي بيعانوا من السمنة الأوبز بيبول بكون الوزن الزائد عندهم بسبب زيادة تخزين الدهون تحت الجلد، لأنه كل الطعام المطلوب بزيادة إذا كان سكريات وإذا كان بروتينات وإذا كان دهون، كل هذا الطعام الزائد عن حاجة عملية الميتابوليزم في جسم الإنسان كلها بتتخزن على شكل دهون في طبقة الأدايبوس تيشو أندر ذا سكين.
في الكائنات اللي بتعيش في الأنتاركتيك، في الطبقات، في المناطق المتجمدة مثل الفقمة ومثل البطريق، هذه الكائنات والطيور والحيوانات عندها تركيز عالي جدا من إدراج الإسراج في أجسامها، لأنها بتعيش في مناطق باردة، فطبقة الدهون الكثيفة الموجودة تحت الجلد فيها تقيها من برودة المناخ في المناطق المتجمدة. Functions of partial acyl glycerols. الفات الرئيسية في داخل جسمنا هي التراي جلسرايد. تراي جلسرايد. أما المونو والداي فبتكون as intermediate. تكون as intermediate مركبات وسطية during the synthesis of تراي جلسرايد أثناء عملية تصنيع التراي جلسرايد. أو during the digestion of fat أثناء عملية هضم الدهون. إذا بشكل رئيسي في جسمنا موجود تراي جلسرايد، لكن المونو والداي بيكون موجود أثناء عملية الميتابوليزم للتراجلسرايد. Physical properties of تراجلسرايد. الفاتس ليس لها لا لون ولا طعم ولا رائحة. في درجة حرارة الغرفة at room temperature عادة بتكون حسب المصدر تبعها. فإذا كانت الزيوت نباتية، الفات عبارة عن زيوت نباتية، فالزيوت النباتية أصلا هي unsaturated غير مشبعة وبتكون في الحالة السائلة. بينما إذا كان مصدرها حيواني ففي الأغلب بتكون عبارة عن مركبات صلبة. ليه؟ لأنها بتكون saturated fatty acids. التراجلسرايد إذا احتوت على asymmetric carbon فبكلها optical active أو بتكونها optical mirror image. Chemical properties of fats. أول خاصية وهم خاصية للفات اللي هي الكيميائية اللي هي عملية التصبر، قدرة الدهون على التفاعل مع المركبات القلوية زي الـ KOH والـ NaOH فبتتفاعل معها وبتكون عندها الـ salt of fatty acids، أملاح الصوديوم والبوتاسيوم للفاتي acids، وبنتج عندنا الجلسرول as by product. هذه المادة الناتجة اللي احنا بنسميها الصابون. الصابون are good cleansing agent، مادة منظفة جيدة، كمان عندها قدرة على إزالة وقتل الميكروبات والجراثيم، أيضا عندها قدرة على إزالة السموم. هيدروجينيشن. الفات أسيدز، الفاتي أسيدز عندنا نوعين، عندنا ساتوريت فاتي أسيد اللي هي عبارة عن أحماض دهنية مشبعة جميع الروابط فيها روابط أحادية، وفي عندنا أن ساتوريت فاتي أسيدز اللي هي الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي تحتوي على رابطة ثنائية أو أكثر. الهيدروجينيشن هي عملية تحويل الأن ساتوريت إلى ساتوريت المركبات غير المشبعة إلى مركبات مشبعة عن طريق إضافة الهيدروجين. في العملية هذه إحنا نحتاج مادة كاتاليست، فعادة الكاتاليست بيكون النيكل أو البلاتين كمادة حفازة بتسرع من حدوث التفاعل الكيميائي. بنتج بتحول في هذه العملية بتتحول الزيوت النباتية اللي هي عبارة عن زيوت سائلة تحول لمركبات صلبة اللي هي السمن، اللي هي السمنة أو المارجرين. عملية التحول إما بتكون عندنا عملية هدرجة شاملة بمعنى تحويل جميع الروابط الثنائية إلى روابط أحادية، في الحالة هذه بيكون عندنا السوليد مارجرين، المارجرين الصلبة الهاردينج، عملية التصلب بتصير عندنا، أو بتتم عندنا partial hydrogenation عملية هدرجة جزئية بمعنى أنه تبقى بعض الروابط الثنائية موجودة في
المارجرين، وفي الحالة هذا بتكون عندنا سوفت مارجرين، المارجرين الطبيعي. ليبيد بيروكسيديشن، عملية الرانسيديتي، التزنخ تبع تبع الفاتي أسيدز. لما احنا نقلي الزيوت مرارا وتكرارا بتصير عملية بنسميها بنسميها الرانسيديتي أو التزنخ، وبتنتج رائحة كريهة للزيوت المقلي فيها أكثر من مرة. ايضا هذه العمليه بتنتج ايضا عند التخزين السيء، لما احنا نخزن الزيوت والدهون بشكل سيء فبصير عمليه اوكسيديشن، بصير عمليه اوكسيديشن للفاتي اسيدز، فبنتج عنها برضو ظاهره الرانسيديتي التزنخ. اذا when natural fat are exposed to atmospheric oxygen they develop bad smell and taste, it's called as rancidity التزنخ. ولذلك لما احنا نحفظ الزيوت يجب انه نحفظ الزيوت في بعيد عن حرارة الشمس، بعيد عن ضوء الشمس، وفي نفس الوقت نبعدها عن الرطوبة، نعزلها عن الرطوبة، فنعزلها عن الأرض في ان احنا نرفعها شوية فحتى ما تصلهاش رطوبة الأرض. هذا التزنخ ناتج عن الفورميشن اوف ليبيد بيروكسايد، عن تكون الليبيد بيروكسايد. فإذا كان تخزينها بشكل سيء فالأكسجين الأتموسفيريك أكسجين بتفاعل مع الأنساتوريد فاتي أسيدز وبتكون عندنا الليبيد بيروكسايد اللي هو اللي بيسبب الرائحة الكريهة للزيوت المخزنة بشكل سيء. الأنتي أوكسيدنت هي عبارة عن مواد، هذه المواد مضادة لعملية الأكسدة بتمنع تكوين البيروكسايد. الفيتامينات مثل فيتامين اي وفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد بتمنع البيروكسايد فورميشن، بتمنع عمليه تكون البيروكسايد. عند اضافتها للفود فات للاطعمه المحتويه على دهون هذه بتزيد من عمليه تخزين او من فتره تخزين هذه الاطعمه، امبروف ستورج كواليتي. السبب في ذلك انه هذه الفيتامينات باحتوائها على الانتي اوكسيدنت بتمنع تكون البيروكسايد. البيروكسايد بتكون في جسمنا نتيجة مهاجمة الفري راديكال لأجسامنا. الفري راديكال عبارة عن مركبات نشطة جدا بتدخل أجسامنا عن طريق عملية التلوث أو التدخين أو تناول الأكل غير الصحي. فهذه الفري راديكال هي سبب رئيسي لأمراض خطيرة مثل مرض السرطان ومرض السكر ومرض التصلب الشرايين. هذه الأمراض الخطيرة بسببها الفري راديكالز، وذلك تناول الفيتامينات مثل فيتامين اي وفيتامين سي يقي الجسم من هذه الامراض الخطيره بسبب احتوائه على معدل عالي جدا من الانتي اوكسيدنت. الواكسز هي عباره عن زي الفاتس، بس الفرق بينها انه الواكسز ار استرز وفاتس وذ لونج تشين الكحول، يعني سلاسل الفاتي اسيدز في التراجلسرايد بتكون عبارة عن سلاسل طويلة جدا. من أمثلة الواكسز اللاندولين الموجود في الصوف، صوف الماعز. الكوليسترول إستر برضو عبارة عن واكس موجود في البلد اللي هو مثل اللايبوبروتين، والسيل ممبرين موجود في اللايبوبروتين موجود في السيل ممبرين. برضو البيز واكسز الشمع تبع النحل برضو عبارة عن واكس. فانكشن، ايش وظائف الواكس؟ الواكس عبارة عن ووتر بروفينج، مادة مضادة للماء، تمنع امتصاص الماء. ولذلك الواكسز موجودة في كثير من مكونات الكائنات الحية اللي بنحتاجها as water proofing و as protective coating مثل السكين الجلد فار فيذرز of animals birds and on food fruit and leaves of plant، يعني موجودة في الجلد، موجودة في الأظافر، موجودة في ريش الطيور، موجودة في الفواكه،
القشرة الخارجية للفواكه موجودة في الأوراق، أوراق النباتات. هذه الطبقة شاين أبيرنس، طبقة لامعة، لها إيه؟ لها لمعان. وبنلاحظ أنه هذه اللي ذكرناهم بمتصوش الماء، لا ما بمتصوا الماء، فعبارة عن ووتر بروفن. واكس أكت أز ووتر بارير، يعني عازل للماء. For animal, birds and insects، للحشرات والطيور والحيوانات. Further wax is hard in cold climate and soft in hot climate. يعني الواكس الشموع هذه تتصلب في المناخ البارد وبتكون طرية في المناخ الحار. ولذلك بنلاحظ انه الماعز الصوف اللي عليها هو عبارة عن الوول، عبارة عن واكسز، وبتحتوي على ووتر بروفنج، وهذا بيحمي الماعز من البرد وبرضه بقيها من الشتاء. الحيوانات البحرية المارين أورغانيزمز يوز واكس as source of energy، تستعمل الواكس كمصدر من مصادر الطاقة في أجسامها. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونلقاكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.